بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاصل المصري. النهارده هنتكلم في مواضيع مهمه جدا. قبل ما اقول لكم هنتكلم عن ايه، ارحب بزميلي هيقدم معايا الحلقه محمد الغرباوي. اهلا بك يا محمد. اهلا بك يا زيان، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. وارحب بضيفنا الغالي اللي دايما منورنا، منور الاستوديو، دكتور دكتور فيصل احمد عبد الرؤوف. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. نورتنا يا دكتور النهارده. دكتور فيصل احمد عبد الرؤوف، استشاري جراحات ومناظير المسالك البوليه والذكوره، مدرس بكليه الطب جامعه بني سويف، وزميل الكليه الملكيه لجراحين بانجلترا. اهلا بك يا دكتور. شرفنا كتير. يمكن اللي متابعنا كنا وقفنا الحلقه اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت كانت الحلقه الثانيه، وقفنا عند موضوع كان مهم جدا. انا احب قبل ما نبتدي موضوعنا الاساسي، وهو الموضوع العيوب الخلقيه للجهاز البولي التناسلي لدى الاطفال، ده هيبقى موضوعنا الاساسي. بس قبل ما نخش عليه احب نكمل الموضوع اللي احنا وقفنا عنده، عشان لو حد متابعنا ويحب يتفرج على بقيه الموضوع على اليوتيوب، على قناه الصحه والجمال وعلى قناتي انا على اليوتيوب الاعلاميه جيهان علي. كان الموضوع بيتكلم ما هي انواع اسباب السلس البولي عند السيدات. هو الموضوع ده على فكره بيهم سيدات كتير قوي طبعاً طبعاً. ويمكن مش عايزه اقول لك بيخجلوا يقولوا عليه، يعني يقولوا مثلا احنا عايزين نروح الدكتور عشان كذا، واصلا اوقات بيبقوا مش عارفين يروحوا لاني تخصص، يعني تروح لدكتوره النساء اللي هي كانت متابعاها، ولا تروح لمثلا تخصص زي حضرتك. والله السلس البولي لدى السيدات موضوع شائع وموضوع منتشر، ومن كل الاعمار ممكن تعاني من المشكله دي، سواء كانت صغيره في السن او في سن الزواج والولاده او كبار السن، كلهم ممكن يتعرضوا لنوع من انواع السلس البولي. طب الاول ايه هو السلس البولي؟ السلس البولي هو عدم القدره على السيطره على المثانه البوليه. فالمريض ممكن يشتكي من ايه يعني؟ ممكن المريض يجي لي تقول لي والله يا دكتور انا ما بلحقش اروح الحمام، فجاه بيجي لي احساس بالتبول وفجأة بجري عن الحمام، وممكن بعض القطرات من البول تسيب مني وبتعمل لي مشكلة. طيب ده النوع اسمه الثلث البولي الإثاري، وده بنلاحظه أكتر في سن الميدل ايج اللي هو بنسميه سن الزواج والإيه والحمل. يعني ده ما بيجيش مثلا ممكن يجي أكتر، ممكن يجي ناس صغير لازم تيجي بعد الزواج مثلا، لا أو أي سن ممكن يعاني من المشكلة دي، بس ولكن اكثر بنشوفه في السن المتوسط، ولكن ممكن يجي في الاطفال، ممكن يجي في الكبار. بس هو نسبته اكثر شيوعا او المشكله الاكثر بتبقى موجوده في متوسط العمر. بسبب الانجاب الكتير؟ لا لا لا، السبب موضوع سلس البول الاثاري دوت ممكن تكون نتيجه التهابات في المثانه البوليه، التهابات بكتيريه في المثانه البوليه بتخلي المثانه ملتهبه مش قادره تستحمل البول، اي كميه بول بتبقى المثانه عايزه تفرغها بسرعه. بسبب مثلا الاحتباس، يعني مثلا تكون مثلا في مشوار وقعدت فتره طويله بره البيت، ده بسبب كده مثلا؟ والله احتباس البول او تاخير تبول لفترات طويله دي بتساعد على ان المريض يجي له التهابات بوليه متكرره، او بتساعد كمان على حدوث حصوات في المثانه البوليه، ولكن برضو من ضمن الاسباب وليس السبب الوحيد. فمن ضمن الاسباب احنا قلنا التهابات المثانه المتكرره او حصوات في المثانه البوليه، او السبب تاني حاجه بنسميه مثانه عصبيه. مثانه عصبيه يعني ايه؟ يعني المريض مش لاقي له سبب، كل حاجه عنده طبيعيه، عملنا تحليل بول، عملنا اشعه تلفزيونيه، عملنا ما لقيناش اي سبب من الاسباب الموجوده دي، فبنسمي بنطلق عليه تشخيص مثانه عصبيه. مثانه عصبيه يعني المثانه نفسها ما بتقومش بوظيفتها على كامل وجه، المثانه نفسها بيسموها بالبلدي كده متعصبه، متعصبه يعني ما بتستحملش. تمام. انه في الطبيعي ان انا اول رغبه في البول لما بتجيلي اقدر ااجلها لفتره، فترات طويله كمان، يعني المفروض ان انا اول رغبه بتجيلي لما تكون المثانه تحتوي على 150 سم من البول، ممكن اجل الرغبه دي ولغايه المثانه تصل 300 سم، وممكن كمان اجل الطبيعي، الطبيعي ممكن اجل لغايه ما تصل 400 سم، فمعناه ممكن في وقت كتير اقدر اجل. المريض بقى لا ما بيقدرش، اول ما بيجي له اول رغبه في التبول بتبقى رغبه شديده وملحه. بتظهر اكتر في كبار السن ولا في كبار السن؟ برضو موجوده برضو في كبار، لكن كبار السن بنشوف فيهم حاجه تانية بنسميها احنا السلس البولي المصاحب للمجهود. يعني ايه المصاحب للمجهود؟ يعني لما المريض يكح او يعطس او يضحك ضحكه كبيره جامده، هتلاقي البول ايه حصل، تسريب لبعض قطرات البول، ممكن تسريب كامل او تسريب
بسيط. هذا التسريب دوت بيكون من ضمن اسبابه حاجه بنسميها ضعف عضله الحوض اللي بتدعم وجود المثانه في مكانها الطبيعي. لما عضله الحوض تضعف بما فيه الكفايه فلما الانسان يكح او يعطس المثانه بايه؟ بتفتح مجرى البول بيفتح فبيحصل تسريب لبعض القطرات. ده بيكتر اكتر عند اللي عندهم مثلا سكر ضغط السكر ولا مالهاش علاقه؟ لا السلس البول اللي هو مسحوب بالمجهود دوت بيبقى اكتر مع الناس اللي عندها ولدت عملت ولاده طبيعيه اكتر من مره اللي بيحصل ضعف في عضلات الحوض. كثره الانجاب لدى السيدات وكثره بالنسبه للانجاب قيصري ولا طبيعي؟ بيظهر الطبيعي اكتر ولكن القيصري يعني فكره الحمل نفسها. طب استاذنك في مداخله استاذ احمد معانا من الكويت. يا اهلا وسهلا. ايوه استاذ احمد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بك. اولا اهنيكم على البرنامج الرائع الجميل. ثانيا ارحب بالدكتور فيصل الشخصيه المحترمه المعروفه لجميع التعريف. ربنا يخليك يا استاذ احمد ربنا يكرمك. سؤال حضرتك ايه يا استاذ احمد؟ سؤالي عن الحلقه اللي فاتت بتتكلموا عن البروستاتا واعراض البروستاتا وانا بالفعل عندي مشاكل اللي قال عليها الدكتور بس غالبا بتيجي في شهر 9 و11 و12 بعد كده بتروح الاعراض دي بترجع في نفس الجودة كل سنه. جميل. ماشي. لان انا عشان متواجد ورا الكويت وكده فما اعرفش ازاي اكون متابعه. انا استاذن الدكتور فيصل بعد اذنكم هو غني عن التعبير وربنا يجعل في ميزان حسناته يا رب ان شاء الله. في اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ شكرا متشكره جدا اشكرك يا استاذ احمد. ايوه هو هيضطر يخلينا يعني نرجع تاني الموضوع الحلقه بس هيبقى في عجاله بقى عشان موضوعنا الاساسي ان شاء الله. ولي التهابات البروستاتا في السن شكله سن صغير. التهابات البروستاتا في السن الصغير دوت ممكن تكون التهابات متكرره في البول فبيتم عمل تحليل بول لاستبعاد وجود التهابات بكتيريه او ممكن يكون نتيجه عدم انتظام في العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه نفسها سبحان الله بتقي من امراض التهابات البروستاتا او احتقان البروستاتا المتكرر. تمام. لو ما عندوش حاجه من الاثنين بنصحه ياخد كورس مضاد حيوي لمده فتره طويله شويه لمده 4 أسابيع لـ6 أسابيع لان شكلها الموضوع متكرر معاه. بس اكيد مش من نفسه يعني برضو تحت يعني لازم طبعًا برضو طبعًا يعرض نفسه على طبيب بحيث اللي يقول له على الجرعات قد ايه. طبعا هيضطر يكتب له مضاد حيوي ومواد وبعض الادويه المعينه اللي بتقلل شويه احتقان او التهابات البروستاتا. شكرا استاذ احمد. تمام. طب عشان نقفل موضوع السلس البولي عند السيدات هي دلوقتي اوقات بتبقى محتاره تروح او بمعنى اصح مش هقول لك محتاره بتبقى مستسهله ان هي تروح عند دكتوره امراض النساء اللي كانت متابعاها في الولاده بتاعتها وكده فده هيبقى صح ولا تتجه لتخصص حضرتك؟ هو في تخصص عندنا اسمه فيميليرولوجي. فيميليرولوجي يعني المسالك البوليه الخاصه بالسيدات وده عندنا احنا في دكاتره المسالك البوليه. بعض برضو الزملاء الدكاتره النساء بيبقى برضو على درايه وعلى خبره في الموضوع ده وممكن يفيدها ولكن الموضوع كله كاملا بيبقى لدى دكتور المسالك البوليه. يعني ممكن تحتاج تدخل جراحي في بعض الحالات المستعصيه فدي بتبقى عندنا احنا في جراحه المسالك البوليه. تمام يا دكتور. نرجع بقى لموضوعنا في الحلقه النهارده العيوب الخرقيه للجهاز التناسلي. تمام لدى الاطفال. طب عايزين نعرف مدى انتشار هذه المشكله وكيفيه تشخيصها. أولا أحييك جدا على السؤال دوت. السؤال ده من المواضيع فعلا المتكررة واللي الواحد بيتسأل فيها كتير جدا. العيوب الخلقية في الجهاز البولي والتناسلي لدى الأطفال. الموضوع ده منتشر منتشر وموجود بكثرة. يعني إيه؟ يعني عاوز أقول لحضرتك 4% من الأطفال اللي بيتولدوا عندهم مشكلة ما في المسالك البولية. على مستوى مصر ولا مستوى العالم؟ ده دراسة على مستوى العالم 4%. بمعنى لو برضه نطبق على مصر بمعنى احنا عندنا في الساعه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في حوالي 200 طفل هيتولدوا. 200 طفل دولت هنقول ان فيهم 4% يعني 8 اطفال عندهم مشاكل خلقيه في الجهاز البولي التناسلي لدى الاطفال. فده يحطنا ده مشكله مهمه جدا محتاجين نكتشفها بدري محتاجين نعالجها بدري عشان الطفل بتاعنا اغلى حاجه عندنا طبعا الضنة. هي في حاجه هي في حاجه مشهوره قوي بالذات عند الامهات تبقى خايفه على طفلها لسه صغير بقى ولسه مولود تقول لك ايه بتبقى قلقانه من تدخل جراحي لا تقول لك ايه لا لما يكبر لما يبقى عنده 5 سنين ما اعرفش ايه سر 5 سنين أو 6 سنين يعني ايه السر في كده مش عارفين مالوش يعني موضوع السن امتى ادخل وامتى ما ادخلش وادي علاج ايه ده بروتوكول موجود دكاتره اطباء حطوه
وكل سنه بيتغير. المفروض اللي يحدده الطبيب بس طبعاً. مش عارفه ليه الامهات في الموضوع ده السن إيه؟ المناسب لاصلاح اي عيب خلقي لدى الاطفال ده مدروس ومحطوط. العيب الخلقي الفلاني بيتم تدخل ليه عن سن سنه عن سن سنه ونص. ليه سنه ليه سنه اصلا ده احسن سن عمر اخد فيه نتائج كويسه لدى الطفل وامنع منه مشاكل لدى يعني الاطفال. التشخيص المبكر ليه بيبقى افضل طبعا طبعا كتير. والتشخيص المبكر بيبتدي بيبدا من الحمل. بيظهر طبعا في بعض العيوب الاخلاقيه بتبان ممكن تتعالج هي هو ولسه جانين في بطن امه. والله في بعض الحاجات السيفير فورمز الحاجات الشديده قوي ممكن يحصل تدخل اثناء الحمل، ولكن للاسف نسبه نجاحها بيبقى مش جامد. 50% بيحصل في تلدف، بس نبقى احنا عارفين معظم الحالات دي حالات قليله اللي بتبقى محتاجه تدخل اثناء الحمل. ولكن معظم الحالات لا بيتم تاجيلها لبعد الايه الحمل. فام الست وهي بتتابع عند دكتور النساء بيقول لها على فكره يا ماما ابنك فيه ارتجاع ميه على الكلى، دي من اشهر الاسباب اللي بتتم اكتشافها اثناء الحمل. او ابنك عنده تضخم مثلا في الكلى او تكيس في الكلى. كل الحاجات دي كلها طبيب الاطفال طبيب النساء بيكون بيبلغها للام اثناء الحمل. اثناء الولاده بقى ده مهم جدا جدا جدا. اثناء الولاده لازم الطفل يتم فحصه جيدا من طبيب اطفال موجود. بيتم فحص ايه بالظبط؟ بيتم فحص الاعضاء التناسليه الخارجيه للطفل. ده اول ما بيتولد طبعا. طبعا عشان نتفادى المشكله. في بعض المشاكل او العيوب الخلقيه لو تم اكتشافها اثناء الولاده ممكن تمنع مشاكل كتير جدا جدا. ممكن لا قدر الله تخلي المفروض نطمن اي ام دلوقتي الطفل دوت لو ما اكتشفناش في الوقت ده بالذات وهيبقى علاجها بسيط جدا لو تم اكتشافها. لكن لو اخرنا هيبقى طبعا في زي على سبيل المثال هتبقى بالعكس يعني. في مرض اسمه مثلا كونتينتال ادرينال هايبربليزيا، في مشكله معينه في هرمون الكورتيزون تصنيع هرمون الكورتيزون لدى الاطفال دولت، فالطفل بيتولد بنقص شديد في هرمون الكورتيزون. انا بكتشفه ازاي كطفل بيبقى فيه مشاكل او تشوهات خلقيه موجوده في الاعضاء التناسليه. لو انا شخصت الحاله بدري مجرد بعلاج ادي للطفل ده كورتيزون انا وفرت له كتير جدا وانا حميته من حاجات كتير جدا. فالتشخيص المبكر اثناء ويوم الولاده نفسه. طب معلش مقاطعه حضرتك، يعني هو بيبقى اللي بيجي له ده مثلا التشوهات او العيوب الخلقيه ليها سبب معين اثناء يعني هي تكون خدت علاج معين ولا بترجع لجينات الوراثيه بتاع الاب او الام؟ في بعضهم بترجع طبعا لعامل جيني وبعضها لتعرض الام اثناء الحمل لمواد معينه تساعد على وجود تشوهات خلقيه. نقول زي ايه مثلا؟ بيقال دلوقتي الحمل في سن متاخر بيزود فرصه حدوث تشوهات خلقيه. متاخر بمعنى الام بعد سن 30 مثلا وبعد سن 35 بتكون عرضه اكتر يحصل تشوهات في الايه؟ بس في الاغلب ما بيحصلش. هو ده وفي دراسات يعني في ممكن سن 40 وما فيش اي مشكله، بس كل ما تاخرنا في سن الانجاب كل ما حصل مشاكل وتشوهات يعني كل ما نبقى عرضه مش لازم في عادات مثلا معينه تكون بتعمل يعني زي التدخين مثلا طبعا كل الحاجات الطفل ده حاجه بتتكون اي حاجه كيميكالز اي كيميائيات الطفل الام بتاخدها ممكن تاثر على تكوين الطفل. زي مثلا دراسه اتعملت مؤخرا على حاجات اسمها مثبتات الحمل الام بتاخدها دايما في روشته كده معروفه روشته لكل حامل اي واحده حامل بتروح تاخد للدكتور يديها مثبتات حمل بدايه على فكره ومن غير داعي اوقات يا جماعه مثبتات الحمل ده هرمون مثبتات الحمل عند الضروره لما تكون محتاجها الام مش محتاجينها لا دي من ضمن الاسباب طبعا دراسه اكدت تماما ان دي بتسبب تشوهات الخلقيه خاصه في الاعداد التناسليه للاطفال بالهرمونات اللي بتاخدها الست اثناء تثبيت الحمل. ممكن انا بقول برضه العادات الغذائيه ولكن بقول لهم لو انت مش محتاجه ما تاخديش والعادات الغذائيه اللي هي بتبقى مثلا حاجات من بره فيها مواد حافظه دي برضه بتتسبب طبعا كل الفاست فود كلها فيها مواد ماده اسمها استراديول، الماده دي استروجين اصلا الجسم بيستقبلها وبتزود نسبه الاستروجين في الجسم لدى الام وبينتقل للطفل فممكن برضه يزود نسبه حدوث التشوهات. تمام. التدخين نفس القصه برضه. طب احنا نتنقل بقى لنقطه ثانيه، احنا اورام المثانه البوليه يعني عامه بقى مش ممكن يعني مش للاطفال بس يعني للكبار الصغار طبعا يعني هو اورام المثانه البوليه من ضمن اشهر الاورام على مستوى العالم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو جبنا كل الاورام كلها وجبنا ترتيب المثانه البوليه بالذات رقم كام في سنه 2000
كان المثانه البوليه رقم 9. في سنه 2020 المثانه البوليه عالميا بقت رقم 6 في مدى الانتشار. في امريكا بقت رقم 4، في مصر رقم صادم جدا بقت رقم 1. ما شاء الله. رقم 1 في كل الاورام انتشارا هو ورم المثانه البوليه. حيوان نسبته كان بين الناس المصابه بامراض سرطانيه 16%. يعني من كل 100 مريض مصاب بسرطان ما هيكون 16 واحد عندهم سرطان المثانه البوليه. فده رقم كبير جدا. ورم محتاج فعلا الاهتمام، والاهتمام مش بس ان هو منتشر، الاهتمام ان اهتمام عشان اكتشافه مبكرا ممكن يغير كتير جدا 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 في طريقه العلاج. ممكن ينتقل، ممكن اعالج المريض بمنظار خفيف جدا وعلاج خفيف جدا، واجنبه عمليه كبيره خالص. المريض بينزعج لما اسمه، لما اقول له اسم العمليه، عمليه اللي هي اسمها استئصال مثانه جذري وتحويل مجرى البول. مجرد ان انا اشخصه بدري. وبعدين في حاجه اقول للناس كلها، مش بس ورم المثانه البوليه موجود في كبار السن، لا للاسف دلوقتي عند الاطفال والشباب، عند كل دلوقتي الاناث سن مبكر، لانها في سن شباب. انا بشوف شباب عندها 27 سنه، عندها 30 سنه، 35 سنه، وفجاه اوبا عنده ورم في المثانه البوليه. طب سبل العلاج يا دكتور، ايه هي طريقه العلاج؟ والله قبل ما اتكلم عن طريقه العلاج عايز اتكلم ازاي نشخصه اصلا. ازاي نعرف المريض يعرف انه عنده مشكله؟ ما ورم المثانه البوليه قد ياتي في صوره اضطرابات في التبول، يعني ممكن يجي في صوره حرقان في البول، دخول الحمام بصفه متكرره. ممكن ياتي بيه تاني بدم في البول او البول لونه يحمر، ودي بنسميها احنا الارم ساين او بنسميها ريد ساين. يا جماعه اي واحد عنده دم في البول لازم لازم يستشير طبيب. مش معنى ان هو اختفى، يعني مثلا ممكن المريض يشتكي دم في البول وقعد يومين ثلاثه وفك لوحده. التشخيص طبعا مبكر بيساعد على العلاج. طبعا عاوز اقول للناس والساده المشاهدين، قال لهم يا جماعه زوال العرض مش معناه زوال المرض. زوال العرض لا يعني زوال المرض. وجود العرض يحتم علينا البحث والتحلل. يعني هو انت قلت زوال العرض من زوال يعني مش معنى ان انا دلوقتي المريض هيرجع العرض، هو دلوقتي هيعرف العرض دوت لازم وجود دم في البول في اي سن، وخاصه لو انت من المدخنين او من كبار السن او في تاريخ مرضي لورم سرطاني في العيله. يعني لو انت من كبار السن او مدخنين او في تاريخ مرضي في العيله لورم سرطانات اللي هو باثنين بالوراثه، يبقى لازم لازم وجود دم في البول تروح للدكتور. ممكن يكون سبب بسيط التهابات في البول، ممكن سبب حصوه، ممكن يكون ايه ورم. مش معنى ان كل واحد عنده دم في البول يبقى فيه ورم في المثانه، ولكن في نسبه، النسبه حوالي كام؟ حوالي من 5 لـ10% للدم البسيط. والعمليه بسيطه كده يا دكتور يعني ولا والله يعني هي بترجع لحسب التشخيص او لحسب حسب المرحله اللي حصل فيها. انا عايزه يعني لو حد سمعنا وعنده كده يعني اطمنه، مثلا لو هي حاجة بسيطة. طبعا اقول لحضرتك حاجة، عندنا ورم المثانة البولية له طريقة معينة. كلمة ورم بتبقى أي حد بتخض أي حد، يعني كلمة تخض. طبعا كلمة بتخض، ولكن المثانة البولية تتميز إن أنا ممكن أقي المريض لو أنا تم اكتشافه مرحلة مبكرة قبل ما الورم ينتشر ويتوغل لجدار المثانة. لو الورم في سطحي في جدار المثانة. أستاذن حضرتك في مكالمة معانا من أستاذة نجلاء من بني سويف. فيكم. ألو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذه نجلاء، ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي، هو معاكي. اتفضلي استاذه نجلاء، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كان بيبقى عندي حديد اوفر 100 او اوفر 200 في البول. مشكله عندي بس في الكلى اليمين، قالوا فيها جزء متكامل. كنت داخله على جراحه، وبعدين في دكتور قال لي لا ما فيش اي مشكله، مش محتاجه جراحه. بس الموضوع ده بيتكرر، وعملت مزرعه برضه العلاج ببقى كويسه وبيرجع الموضوع يتكرر تاني. تمام. أيوة. شكرا جدا على سؤالك. شكرا يا جلاء على سؤالك. ايوه. طب استاذنك يا دكتور نطلع فاصل صغير. تمام. ونرجع لكم ان شاء الله نكمل موضوعنا، وفي كمان يعني مواضيع مهمه جدا هتهمكم. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بدكتورنا. اهلا بك يا دكتور. دكتور فيصل استشاري جراحات ومناظير المسالك البوليه. اهلا بك يا دكتور. احنا وقفنا اخر حاجه كانت مكالمه الاستاذه نجلاء، كانت بتشتكي من صديد في البول، وكان عندها يعني حصاوي في الكلى تقريبا. كان عندها تكيس تقريبا في الكلى او كيس في الكلى. عايز اقول للاستاذه نجلاء، وجود صديد في البول بصفة متكررة بيحتم علينا
البحث وحتم علينا وجاز سبيل العلاج. طالما فيه سبب لوجود الصديد فلازم يعالج السبب، مش هينفع كل مره يعالج الصديد ويسيب السبب. فحضرتك بتقولي ان في تكيس او في مشكله ما في الكلى، لابد من ايجاد حل مناسب لهذا المشكله، ممكن جراحيا او ممكن جراحيا، في عندنا مش لازم جراحيا بالطريقه التقليديه خالص الموجوده، ممكن جراحيا عن طريق صدام المنظار البطن، ده عم بجرح صغير جدا بيتم معالجه الامر دوت. لكن ما تسيبيش المشكله كده، طالما السبب ما تعالجش كل شويه هيجيلك موضوع التهابات متكرره في المسالك البوليه، هتخليك كل شويه يجيلك اعراض، تاخدي ادويه ومضاد حيوي، الكلام دوت مش صح. لازم نستشير، لازم نعالج. هي عارفه السبب، هي عارفه السبب، ولكن خايفه من اجراء تدخل. بعض الاطباء زي ما فهمتني ان هي قالوا لها بلاش عمليه، لا مش هكسب بلاش عمليه، في سبب بيعمل مشكله ما لازم اعالج السبب بالظبط، عشان لو فضلنا فيها يؤدي الى مشاكل واضرار. بالظبط بالظبط. تمام، نرجع بقى لموضوعنا تشاور اورام المسالك. احنا قلنا اسباب كيفيه التشخيص. تمام تمام، هو التشخيص احنا قلنا من الاول بنعي او بنزيد وعي الناس ان اي مشكله تخص المسالك البوليه في اضطرابات في التبول لابد من استشاره الطبيب. الحاجات اللي هي بتخوفنا اكتر موضوع ايه؟ الدم في البول، او البول لونه يا دكتور زي الشاي، مشكله منتشره لونه زي الشاي، جه مره مرتين وخف، مش معناته انه خف يبقى انا ما ادورش على سبب، ممكن يكون سبب بسيط جدا، شويه التهابات او املاح او صديد او حصو وات ايفر ايه السبب، وممكن يكون القصه حاجه شديده قوي قوي اللي هي ورا المثانه البوليه. ورا المثانه البوليه ليه انا عايز، ليه انا بخوفك منه؟ عشان عاوزك تشخصه بدري. لو شخصناه بدري هنتفادى طبعًا في تهاون طبعا طبعا. انا عندي مرضى كتير، واحد 27 سنه تم تشخيصه عن طريق طبيب، مجرد عنده شويه حرقان في البول، فراح للطبيب ممارس عام عمل له اشعه تلفزيونيه، اتوجد عنده لحميه في المثانه. اللفظ الدارج عند الناس كلمه لحميه في المثانه. فجالنا تم استئصاله بالمنظار بعمليه ب 10 دقائق، وبيقولوا دلوقتي 7 سنين ما عندوش اي مشاكل وما عندوش انتشار او ارتجاع للورم ده تاني، بس لازم متابعه برضه، ولازم متابعه مع الطبيب. واحد تاني يجي يقول له على كذا يخاف، يقول لك لا انا ما عنديش حاجه، يهمل الورم بينتشر لمرحله تاني، مرحله عميقه يحتاج العلاج الشديد بقى، علاج شديد اللي هو الجراحه. الجراحه فلازم نلحقها. بس معانا مكالمه. ايوه استاذ مصطفى. ايوه استاذ مصطفى. ايوه استاذ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. السؤال حضرتك يا دكتور، انا عندي جنبي بيشد عليا، اللي هو بحس ان علي صوتك يا استاذ مصطفى، بعد اذنك علي صوتك. بقول لحضرتك انا جنبي بيشد عليا. جنبه بيشد عليا. عملت تحليل املاح، لقيت عندي املاح زياده. تمام. تمام. واللي هو حضرتك في حرقان في البول ولا مفيش؟ بقول لك في حرقان. في حرقان في البول ولا مفيش؟ شو يا دكتور؟ حضرتك عندك حرقان في البول؟ حضرتك عندك حرقان؟ ايوه حضرتك. تمام. تمام، طب في سؤال تاني؟ هو كده مفيش. لا. طب شكرا، اشكرك يا استاذ مصطفى. هو جنبه بيوجعه. دي مشكلة تقريبا يعني الشتاء كلها دلوقتي، موضوع الجنب وجعني. دايما يجي في باله انه مشكله مسالك بوليه حصو او حاجه. طبعا من ضمن الاسباب وجع الجنب يكون مشكله في الكلى، حصو او حاجه تاني. ولكن في سبب تاني شائع برضو مع دخول الشتاء عندنا، او مع موجود الزياده، اللي هو شد عضلي. خلاص اي التهابات او شد في العضله الخلفيه للكلى تدي الم، تبكل زي الم الكلي. البني ادم يشتكي بالم في جنبه يقول له يا دكتور انا عندي الم في جنبي. تمام. اقعد اسالك كم سؤال، اقول الالم دوت له علاقه بالحركه؟ لما تميل او تقوم او تقعد الم بيزيد؟ يقول لي لما اعمل مجهود الالم بيزيد. لما اتعرض لبروده زي ما بيقول تكييف او حاجه الم بيزيد. كل ده الم خاص بايه؟ بالعضله. ولكن ده برضو ما يمنعش ان انا استبعد اسباب المسالك الدوليه. ايه الاسعافات الاوليه اللي يعملها في البيت بحيث اللي هو ما نفعتش معاه لا يتوجه بقى للطبيب؟ هو عمل كويس، هو عمل تحليل بول وليه فيه املاح. وعاوز اقول للناس لازم البول يبقى فيه املاح، يعني املاح دوت امتى نخاف منها بالظبط؟ لو ليها نسبه عاليه. لكن انا بيجي لي كتير جدا تحليل بول مثلا في بلس يوريت واحد او بلس اوكزاليت واحد. تمام. ويجي المريض عنده لازم بول فيه املاح، لان طبيعه البول الكلى ان هي بتفرز الاملاح الزايده عن حاجه الجسم تفرزها في البول، فلازم يبقى فيه املاح.
مش اي نسبه املاح الاقيها في البول تخوفني وعايز اجري بسرعه عندي املاح عندي املاح. ودايما تلاقي المريض يقول لك انا مشكلتك ايه عندي املاح. لا دي سبب قول لي المشكله. المشكله عندي الم في جنبي ابدا اشوف هل هي الاملاح فعلا عامله مشكله ولا لا ولا الحصوات ولا وجود حرقان في البول بيرجح شويه ان المشكله ممكن تكون زي ما بيقول املاح او صديد او حصوه صغيره. معانا مكالمه من الجيزه. تمام. ام زياد. ايوه يا ام زياد اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره شمسي؟ معاكي بالفعل. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. طيب ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي يا فندم. انا يا دكتور الصبح ساعه ما بقوم من النوم الصبح عشان اعمل بول لازم اطلع هوا عشان اعمل بول. طلعي ايه؟ هوا. بتطلعي ايه؟ هو فاهم. وضحي صوتك شويه. بقول لك ايوه بقول لك يا دكتور عشان 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 اعمل حمام الصبح لازم اطلع هوا. ريح يعني قصدك يعني؟ او غازات. غازات يعني؟ غازات. يا دكتور غازات. تمام تمام. طب أوكي. نشكرك يا ام زياد. طيب انت لسه معانا؟ طيب طب في عندك امساك او حاجه يا ام زياد؟ لا لا يا دكتور ما عنديش. بتعملي حمام براز يوميا ولا ممكن يوم او يوم لا؟ لا يوم او يوم لا مش عارف. طيب تمام ماشي. طيب هو في سؤال ثاني يا دكتور؟ طب قولي. اتفضلي. جوزي بيغسل كلى. ألف سلامة. ألف سلامة. الله يسلمك. وبتعمل يعني ما بتحبش عامة بول وبيعمل بول كويس فبتاعه ساعات بيكون لونه أبيض كده زي ما يكون فيه صديد أو حاجة زي كده. تمام تمام. ما أعرفش بقى ده من الغسيل أو من كده بس بعد كده أكتر بعد الغسيل بشوية بيومين ثلاثة بيتهيألي البول يبقى حلو. تمام تمام. بيغسل من كام سنه يا ماما؟ يا دكتور بيغسل بقاله كام سنه؟ بقاله سنتين. تمام شكرا يا فندم. شكرا. اسمعي شكرا يا ام زياد. اسمعي اجابه الدكتور. طب احنا هنجاوب لها على سؤالها الاولاني. السؤال الاولاني اللي هو اضطرابات يعني تحت بند اسمه اضطرابات البول نتيجه مشاكل الجهاز الهضمي. تمام. غالبا بيبقى عندها مشاكل زي ما سالتها بيبقى عندها امساك او براز يوم او يوم لا. احتباس البراز لفترات طويله داخل القولون بيحصل فيه حاجه اسمها تخمر وتعفن ويحصل فيه بكتيريا. البكتيريا دي بتروح عند المثانه البوليه ممكن يعمل لها الشكوى اللي هي بتقول عليها او ممكن كمان يعمل لها حرقان في البول او دخول الحمام بصفه متكرره او حتى يوصل لدرجه سلس البول. فانتظام حمام البراز يوميا بتساعد على وظيفه المثانه تكون تؤدي على اكمل وجه يكون عندهاش مشكله في التبول. فانصحها ان هي دايما انصحها ان هي تظبط حمام براز بتاعها عن طريق بقى نظام غذائي كويس عن طريق بعض الملينات بس لازم نعمل حمام يوميا. ولازم يكون كمان الاكل بتاعها يا دكتور والاكل طبعا ما تعمل نظام غذائي بالظبط هنظبط هتبعد بقى عن المسبكات وتبعد عن حاجات الفاست فود هزود الخضروات والفاكهه والحاجات زي كده. هي بقى اللي بايدها بقى الموضوع ده. موضوع السؤال الثاني اللي هو السؤال الثاني عن غسيل الكلى بتاع جوزها بقى له سنتين دلوقتي طبعا ربنا يشفيه ويعافيه. وجود زي ما بتقول في صديد في البول او لونه مبيض شويه ده بيستدعي ان انا اعمل تحليل بول او مزرعه بول ممكن يكون فعلا عنده حاجه بتعمل له صديد في البول او كلام زي كده ومحتاج علاج. فانصحها ان تعمل مزرعه بول وتستشير طبيب او تقول للدكتور المعالج ليها اثناء الغسيله دكتور في 1 2 3 4 او توري له التحليل دوت اكيد هيوصف لها العلاج المناسب ان شاء الله. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. نرجع بقى لموضوعنا بتاع اورام النخاع. سبل العلاج بقى. سبل العلاج والله زي ما قلت لحضرتك سبل العلاج بتتنوع وتختلف طبقا للمرحله اللي جاي لي فيها المريض. اول مرحله بيكون ورم زي قلنا ورم سطحي. ورم سطحي دوت بيتم علاجه عن طريق استئصاله باستخدام المنظار مسالك البوليه وبيتم كي هذا الجزء والموضوع بينتهي باستخدام بعض الادويه لمنع تكراره او منع تقدمه مره اخرى وبيتابع معانا المريض فتره. المرحله الثانيه لو الورم جه في مرحله يعني متقدمه شويه يعني ايه اللي الورم خلاص توغل لجدار المثانه او عضله المثانه. للاسف ساعتها ما بقاش قدامنا حل الا استئصال المثانه البوليه تحويل مجرى البول. كلمه شديده وكلمه صعبه شويه على المريض بتاعي بس دي بتحصل لكبار السن. لا ما قلنا دلوقتي ما بيحترمش للاسف
ما بيحترمش اعمار دلوقتي، ولكن هو اكثر حدوثا برضه في السن المتقدم، ولكن قد ياتي في سن متوسط. والجراحات هنا دكتور حضرتك لسه عندي مريض 27 سنه تمام، استئصال المثانه وتحويل مجرى البول، هو ده الاول ورم جالي في مرحله متاخره شويه. لو جالي متحرر اكتر من كده، الورم منتشر بقى والمريض همل وكلام زي كده، ميبقاش قدامي الا علاج الكيميائي او علاج الاشعاعي. المرحله اللي في النص برضو، المريض لما اجي اقول له والله انت الورم بتاعك متقدم شويه ومحتاج استئصال مثانه او تحويل مجرى البول، كتير من المرضى بيتخض وما يرضاش، يقول لك انا مش هعمل اي حاجه، بيخافوا من الجراحات، بيخافوا ولا والمبدا يعني موضوع ان انت تقول له تحويل مجرى البول بترعبه شويه، فالمريض بيرفض تماما العلاج. وللاسف بيجي لي بعدها بسنه واتنين بيكون المريض الورم انتشر في جسمه، ويقول لي دكتور اعمل لي العمليه، اقول لك انا اسف الورم بقى خلاص خارج السيطره، ومحتاجين ندخل المرحله بقى العلاج اللي اسمه بالياتيف ثيرابي، او العلاج تخفيف الالام. يعني انت بتعاني من الم في ظهرك، اديك مسكن الالم في ظهرك، بتعاني من احتباس في البول، اركب لك قسطره، علاج كله علاج تحفظي او علاج ايه اعراض. فبرضو ايا كانت المرحله اللي انت جيت فيها، ارجوك اسمع الكلام، ارجوك خد العلاج، استشير طبيب، قال لك عمليه قال لك علاج، ما تهملش نفسك وتقول لك لا انا ايه هكمل حياتي زي ما هي كده. استاذ حضرتك في معانا مكالمه، خد المكالمه. معانا مكالمه هاتفيه، استاذه نجوى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذه نجوى. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم. دكتور مع حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور فيصل؟ اهلا بحضرتك فندم جامد، اهلا بيكي. قبل ما اسال سؤالي، انا عايزه اوجه شكر عام لحضرتك ونفسي الناس كلها تسمعه، جزاك الله خير على كل تعاملك مع مرضى بالذات كبار السن. ربنا يكرمك يا رب. ممكن اسال حضرتك بقى سؤال؟ اتفضلي يا فندم. دكتور فيصل، انا عندي سقوط في المثانه. تمام. فسقوط ده عامل لي مشكله، اكيد حضرتك فاهم، يعني انا عندي 50 سنه. تمام، يبقى عندك صح يا فندم. ما بقدرش اتعامل في البول الا اذا حضرتك ساعدت وتعاملت مع المثانه بايدي علشان اعرف اعمل حمام. تمام. هل العمليات في السن ده ليها سن معين بتعمل فيه زي ما بعض الدكاتره قالوا لي، ولا حضرتك ما ترشحش؟ في دكاتره قالوا لي ممكن تحصل فيها مشكله ويحصل ثلاث بول. انا عندي ضغط بس ما عنديش سكر. الف سلامه عليك يا فندم، الف سلامه. تمام، نشكرك يا استاذه نجوى. اسمعينا بقى من التلفزيون. حضرتك عندها سقوط في المثانه نتيجه ضعف عضله الحوض، فسقوط المثانه دوت لما بيصل درجات متقدمه بيعمل بيقفل مجرى البول، بيخلي مجرى البول صعب شويه للتبول، فبالتبول زي ما بتقول حضرتك كده بتضغط فوق او سوري في اللفظ، بتعدل السقوط دوت ترجعه مكانه عشان تعرف تتبول. والله انت محتاجه فعلا تدخل جراحي، ما ينفعش تفضلي لغايه النقطه دي. بدري قوي كنا عملنا تدخل جراحي، والتدخل الجراحي بتاعك بيبقى بسيط جدا وعمليه بسيطه جدا، وما تخافيش من الموضوع، ما فيش مضاعفات ان شاء الله. عمليه بسيطه بتتم عن طريق المهبل، بتتم تقويه عضله الحوض وتركيب شبكه على عضله الحوض لتقويه عضله الحوض. الموضوع بسيط، ولازم تشيري طبيبك بسرعه، وما ينفعش تكملي حياتك بالالم دوت، وملوش سن، اي سن يتم اكتشاف المرض فيه بيتم علاجه. شكرا. تمام يا دكتور. طيب ندخل بقى في موضوعنا بقى اللي هو ايه اسباب تاخر الانجاب عند الرجال. سؤال برضو منتشر كتير. وعايز اقول للناس نسبه الرجال اللي هيعانوا المشاكل الخاصه بالانجاب حوالي 7 ل 10%. يعني من كل مثلا 10 رجال تقريبا واحد هيبقى عنده مشكله في الانجاب. النسبه دي مشكله تاخر الانجاب. نسبه عالميه ولا نسبه مصر؟ نسبه عالميه. بقول كده ليه؟ لاني في ناس كتير جدا لما يسمعوا كلمه ان انت عندك مشكله في الانجاب او عندك تاخر في الانجاب، يبدا يدخل في مشاكل نفسيه كتيره، ويبدا يحس ان هو اقل من الناس، او هو رجولته منتقصه لا قدر الله، او حاجه من هذا القبيل. بعض منهم يعني. بعض منهم. عاوز اقول له خالص، معظم المشاكل الخاصة بتأخر الإنجاب للرجال بيبقى ليها حلول، ومع تقدم الطب ووسائل المساعدة للإنجاب زي التلقيح المجهري قدرنا نحل مشاكل كتير جدا، مشاكل تأخر الإنجاب. حتى في نسبة، في طبعا في بعض الأسباب لسه لم يوجد لها علاج إلى الآن، زي حالات الأزوسبيرميك، الحالات اللي هو المريض ما عندوش حيوانات منوية. حتى هذه المشكلة برضو
بيتم عليها بعض الابحاث اللي هو فيوتشر ميديسن بيتكلم بيستخدمها للجراحات برضه ان هو زراعه الخلايا يعني نجيب خلايا معينه من جسم البني ادم نحطها في وضع معين عشان تتجني في الاخر حيوانات منويه اقدر استخدمها لمع موضوع الانجاب. هذه المواضيع تحت البحث ولسه ما خدناش نتائج جامده بس نتمنى في يعني في العقد القادم نلاقي نتائج بالنسبه للكلام ده. فبقول للناس بلاش الرعب. اتفضلي. بعد كده نرجع تاني ان شاء الله الموضوع. معانا استاذ احمد من المنيا. اهلا استاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سؤال حضرتك يا استاذ احمد. ممكن اسال الدكتور بس؟ ايوه اتفضل حضرتك. اتفضل. انا والدتي عندها اكتئاب في حوض البول تمام؟ عندها ايه؟ اكتئاب في حوض البول. نزيف كده او دم بينزل في البول يعني. تمام. سن والدتك كام سنه؟ سنها كام سنه؟ فندم قالت لي شوف لي علاج على النت وكده فلما لقيت حضرتك قلت اتصل بحضرتك افضل يعني. السن كام؟ سنها قد ايه؟ حوالي حاجه 40 سنه يا فندم 45 كده يعني داخل على 50. الف سلام عليه. الله يسلمك. طب حضرتك عندك سؤال تاني؟ لا يا فندم الف شكر لحضرتك وانا مستني اجابه الدكتور يعني بعد اذن حضرتك. بشكرك يا فندم تجاوبني لاني هي تعبانه جدا بسبب الموضوع ده بقالها شهور يعني ومفيش اي علاج جاب نتيجه معاها. تمام. طب بشكرك يا استاذ احمد اسمعنا من التلفزيون. تمام. بقول للاستاذ احمد احنا يعني العلاج مش بنعالج بس اعراض احنا بنعالج اسباب. تمام. فحتى لو انت خدت علاج والموضوع خف معاك فلازم تستشير طبيب. وجود دم في البول زي ما احنا قلنا قد تكون اسبابه بسيطه جدا التهابات او وممكن يكون لا قدر الله اسباب ثانيه فلابد بسرعه جدا هتاخد ست الوالده وتعمل اشعه تلفزيونيه تمام وتستشير طبيب. التهابات متكرره في المثانه البوليه اكيد ليها سبب ممكن يكون عندها حصوه موضوع بسيط جدا او زياده الاملاح كتير وبرده وممكن يكون نتيجه حاجه ثانيه فلازم معرفه السبب هنا بقى يعمل اشعه ونعمل تحاليل لازم تستشير الطبيب الطبيب غالبا هيطلب منه اشاعات تلفزيونيه على بدايه الموضوع وممكن الموضوع يتطرق لاكثر من كده على حسب وضع الحاله او وصف الحاله. تمام. ما تقلقش لازم تستشير طبيبك. الموضوع قد يكون فعلا الموضوع بسيط جدا التهابات متكرره نتيجه نقص المناعه او نتيجه حصوه او نتيجه املاح وقد تكون حاجات اخرى فهنا اكتشفنا للحاجه الاخرى دي بدري هيكون افضل فلازم تشرب وعلاجها يبقى افضل ونتفادى مشاكل كتير. طبعا طبعا. تمام. نرجع لموضوعنا تاني. انت بتاخر الانجاب لدى الرجال. زي ما قلت لحضرتك 7% من الرجال عندهم مشاكل خاصه بالانجاب. تمام. الاول عايز اقول للشاب المتزوج حديثا امتى تبدا تدور على فحوصات وتقول ان انا عندي مشكله في الانجاب. كتير جدا الاقي بعد اول شهر او تاني شهر يجي يقول لي لا انا عندي مشكله في تاخر الانجاب. لا طبعا التعريف العالمي قال لك بعد سنه من 6 شهور لسنه من علاقه زوجيه منتظمه وتحت منتظمه كذا سطر. يعني في ناس بتشتغل وتيجي مثلا يوم في الاسبوع او يومين كل شهر هم بيسافروا مثلا والكلام ده ويقول لي لا لازم علاقه زوجيه منتظمه عشان اقدر اقول لك ان انت عندك أصلاً مشكله. اصلا عنده يعني مرض وراثي في العيله فهو بيبقى قلقان. لو حاجه زي كده بقى ممكن اقدر اعمل فحوصات بتاعتي بدل لو عنده حاجات او زي تاريخ مرضي او عامل عمليات سابقه من هنا بقى يعمل بعد قد ايه معلقه او عنده مشكله اثناء النمو او كان مولود بخصيه واحده او حاجه من الحاجات ديت ممكن اضطر اعمل فحوصاتي بدري. لكن لو كل حاجه طبيعيه بالنسبه لي مفيش اي بعد حاجه سنة. بعد طب لو طفل اتولد عنده خصيه معلقه واجرى فيها عمليه تمام واستردناها لمكانها هل بتاثر عليه فيما بعد؟ سؤال كويس جدا. وجدوا ان الاطفال اللي هم مولودين بخصيه معلقه بيبقى عندهم الموضوع اللي بنسميه احنا الفيرتيليتي بوتنت بتاعته اقل شويه يعني اقل من الطبيعي اللي مولود بالخصيتين في مكانهم. لو مولود بخصيه واحده والتانيه مش في مكانها بيبقى تقريبا 25% منهم هيعانوا من مشاكل تاخر الانجاب فكبرت من 7% ل 25%. لو عنده خصيتين كانوا معلقين لا 50% منهم هيبقى عنده مشاكل تاخر في الايه؟ في الانجاب. فلو عنده فعلا تاريخ مرضي يقول ان خصيه معلقه واحده او اثنين لا محتاج نعمل فعلا فحوصاتنا بدري. تمام؟ طب دلوقتي هنتكلم ايه الاسباب؟ نرجع تاني لاسباب انتشار او اسباب تاخر الانجاب لدى الرجال. اسباب كثيره جدا
هناخد فيهم الاكثر شيوعا. الاكثر شيوعا مرض بنسميه مرض الدوالي. مرض الدوالي الخاص عند ناس كتيره جدا، 40% من الناس عندهم دوالي. تقريبا دي بتبقى تشخيصها بيبقى حلها يعني بقى دلوقتي مع الاجهزه الحديثه بقت سريعه. طبعا بس طبعا غير زمان. زمان كانت الحاجات دي بتبقى يعني كان اكتشافها اصلا صعب شويه. وكان علاجها برضو صعب شويه، بس ما زال برضو العلاج بتاعها سهل جدا، سواء كان عمليه جراحيه او عمليه باستخدام المنصار. وفي سبل كتير جدا علاج الدوالي. لو انه الناس اللي عملت عمليه دوالي كان عندهم دوالي وعملوا عمليات، نسبة كبيرة جدا فيهم ربنا كرمهم بعد كده وقدروا يخلفوا طبيعي. تمام. طب غير الدوالي ممكن اسباب تانية ايه؟ التدخين. التدخين برضو نرجع له تاني، من ضمن قلنا قبل كده من اسباب انتشار سرطان المثانة. تمام. نرجع له برضو التدخين من اسباب ضعف جودة السائل المنوي لدى الرجال. بيأثر، لانه جابوا المدخنين تمام عملهم سائل منوي، وجابوا الغير مدخنين عملوا سائل منوي، اللي غير مدخنين سائل منوي احسن من المدخنين. ومدخنين دول اللي عملنا لهم تحليل سائل منوي دلوقتي بعد 3 شهور من ايقاف التدخين، نسبه كبيره جدا فيهم اتحسنت. فالتدخين دلوقتي هو ايه؟ السن قد ايه؟ يبقى الواحد مثلا مش عايز اقول لك يبقى عنده امل، يعني الامل في ربنا بيبقى كبير، بس لغايه سن قد ايه ممكن يقدر يعالج نفسه ويعمل العمليه؟ اي سن طالما انت شافنا السبب يتم العلاج. خلاص. اي سن شاف السبب مبكرا بيفيد كتير جدا في انتظام او في نجاح العلاج بتاعي وايجاد سبل العلاج اقل تدخلا. او طالما اكتشفنا السبب نعالج السبب. قلنا احنا قلنا دلوقتي الدوالي، قلنا تدخين. في اسباب تاني زي مثلا عادات غذائيه. الغذاء الصحي دايما بيزود جوده الحيوانات المنويه لدى الرجال. تمام. الرياضه ولعب الرياضه وممارسه الرياضه والجري طبعا بيزود هرمون التستيرون لدى الرجال، بتزود برده جوده الحيوانات المنويه. تمام. السمنه المفرطه لدى الرجال بتاثر زي ما بتمنع من السيدات بتمنع برده طبعا من طبعا الرجال. بتاثر طبعا. تمام. كيفيه العلاج؟ العلاج ما قلنا العلاج انت هيبقى موجه لعلاج السبب. الاول تشخيص، وبعد كده بعد نشخص بعد سنه. تمام. بعد سنه من انتظار الحياه زوجيه منتظمه ما حصلش انجاب نبدا نتدخل وندي عوامل مساعده. تدخل لدى الرجال من ضمن منتظمه دي نحط تحتها ايه؟ طبعا خط. طبعا يعني ما يجيش واحده مش مثلا مسافر وبيجي مثلا زي ما حضرتك قلت مثلا كل اسبوعين او كل اسبوع فبتبقى في لخبطه هنا. الله بالظبط كده. ودايما الدكتور النساء هيقول للزوجين ايه افضل وقت للعلاقه الزوجيه اللي هي علاقه فتره التبويض. لكل ست لها فتره تبويض معينه فرص الانجاب فيها او فرص التلقيح فيها بتبقى عاليه جدا. فدايما الدكتور هيقول لها والله من يوم كذا ليوم كذا في الدوره هنعمل علاقه زوجيه منتظمه يوم او يوم لا مثلا عشان نزود فرص الايه؟ الانجاب. تاني حاجه بندور على الاسباب، لو في سفين كتير جدا يبقى سبب في الناحيتين راجل وست. برضه بيتم علاج، بعدين فحص سيدك جيدا معرفه لو عندها اسباب تاخير بنعالج الاسباب دوت. بالنسبه للراجل بنبدا الاول بمعمل تحليل سائل منوي. سائل منوي دي اول حاجه عشان نشوف الحيوانات المنويه عنده فيها مشكله، في مشكله في الحركه، في مشكله في العدد، هل في تشوهات خلقيه موجوده في الحيوانات المنويه ولا لا. كل الحاجات دي لما نكتشف بنبدا ندور على اسبابها ونديله العلاج المناسب. دي بفحص المريض هل عنده دوالي ولا مش عنده دوالي، هل عنده عيوب خلقيه. في ناس عندها عيوب خلقيه في مجرى البول نفسه، في العضو الذكري نفسه، بيكون عنده حاجه اسمها احليل بولي سفلي، فتحه مجرى البول مش في مجانها الطبيعي، مجان اسفل، فيتم هنا في مشكله معينه في موضوع الايه؟ العلاقه الزوجيه نفسها. دي بتقلي يعني من هو ولسه طفل بتبان. لا في ناس عندهم الموضوع ده عادي، يقول لك ده حاجه اسمها طهاره الملائكه. يعني الطفل ما نازل والملائكه مطهراه. لا الملائكة مش مطهراه. يعني احنا قلنا في الاول الام بتخاف وبتاجلها لست سنين خمس سنين، لا ده في كمان بيسيبوها طبعا خلص. انا في طبعا بيجي لي اكتر من كده، في ناس كمان بتيجي بيبقى عندهم درجات متقدمه من احليل البول دوت، ويقول لا انت ربنا خلقك كده مش هينفع وما تتجوزش كمان وتفضل عايش حياتك بالطريقه دي. خلاص بيحكموا عليه من دور اي ما يروح لاي طبيب هو خلاص. فلا ففي يعني في ناس بتيجي في المراحل المتقدمه. ممكن كمان يتم فحص المريض جيدا، ممكن الاقي عنده حاجه اسمها انسداد في القناه المنويه. تمام. فيتم برضه نتيجه التهابات سابقه او نتيجه حاجه اسمها مامس اوركايتس او حاجه من هذا السبيل، وبنضم برضو علاجها. تمام. ممكن مريض يكون القصه كلها
في لخبطه في نسبه الهرمونات عنده. بيتم عمل هرمونات، هرمون اسمه تستوستيرون، هرمون اف اس اتش ال اتش، بعض الهرمونات دي ممكن تكون نسبتها مختلفه او نسبتها متغيره موجوده في لدى المريض دوت، فيتم برضه علاج. موضوع كبير واسباب كتير جدا، تمام؟ وكل سبب له طريقه علاج بتاعته. بس القصه كلها انا احب اطمن الناس، مفيش هلع ومفيش خوف، اخرت الانجاب مفيش مشكله. قلنا حوالي 25% من القابلز من المتزوجين ما بيخلفوش في الوقت من اول سنه. اه طبعا 25% محتاجين. في بعض الناس يقول لك ناجل الجواز شويه، يعني مش انت مش لوحدك، نسبه كبيره. فالموضوع يتاخد بالراحه، يتاخد ببساطه جدا، عشان بيبقى عامل مشكله نفسيه لدى الزوجين، بيدخلوا في مشاكل وصراعات نفسيه بعد كده بتاثر على حياتهم وتاثر على جوده السائل المنوي. يعني التوتر والقلق بيأثر برضه، بيأثر على جوده السائل المنوي. يمكن عشان احنا خلاص جينا في نهايه حلقتنا، يمكن اي تشخيص قلناه النهارده اللي هم يتوجهوا للطبيب بدري، المعالجه بتكون بدري بتكون افضل. والطبيب المتخصص، المتخصص طبعا، المتخصص، لان مش اي حاجه خلاص تفتي شويه وتقول زي فكره يجي المريض يقول زي مثلا ست قالت لي الدكتور قال لها لا ما ينفعش تعملي عمليه. ده اعتقد ان غير متخصص. بنشكرك يا دكتور، وان شاء الله هتكون معانا في حلقات تانية جديد، توعدنا باذن الله، علشان لسه قدامنا مواضيع كتير عايزين نفتحها مع بعض ونتكلم فيها مع بعض، ويا رب تكونوا كل اللي اتصلوا بينا استفادوا من اجاباتكم للدكتور اجابهم عليها، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه. اشكركم، وان شاء الله يعني يوم الاثنين القادم باذن الله الساعه 4 نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم.